طب انت كنت متوقعه ان الدور ده يعمل نجاح كده؟ يعني زي ما انا قلت في التقديمه كان في كم ميمز طلعت عليكي وعلى الدور بتاع دكتوره ملك كتيره قوي. بصراحه لا، مش بالطريقه دي. يعني هو وانت بتقري الورق هتشوفي قد ايه ملك شخصيه محوريه، يعني في طبعا محرك اساسي في الجزء الثاني، لان بتشوفي قد ايه اللاين بتاع ليلى واحمد يمكن ده اكبر ثريت فيه. فهي كشخصيه مؤثرة قوي في الكتابة أصلا وفي الأحداث وفي كل ده، ولكن يعني كان في دايما فكرة انت هتعرفي تعملي البصمة دي ولا لأ. هي بقى الممثل هو اللي هيعرف، يعني فاهمة، ياخد الموضوع بجد ويديله مكانته، يا ممكن حد يجي فاهمة. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا طبعا. ان الدور مهم قوي، بس ما كنتش عارفة انا هعرف اقدم ده ولا لأ. قدمتيه وقدمتيه بيرفكتلي وكان هايل وكان حلو جدا. الحمد لله. في ممثلين كتير او فنانين كتير بيقولوا انا عملت الدور ده عشان كان في جزء منه شويه شبه شخصيتي الحقيقيه. حسيتي باي حاجه من الحاجات دي؟ ممكن اكون حسيت المشاعر دي قبل كده بس ما عملتش نفس التصرفات. اوكي. ففي في حاجات بيني وبين ملك مشتركه، ولكن يمكن انا انضج من ملك شويه، ما كنتش هعمل التصرفات اللي هي المتيامه قوي العاطفيه قوي دي، لا. يعني انا عقلي سابق عن قلبي. سابق قلب.